ومعانا دلوقتي الاستاذ طارق هاشم، عضو مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي. مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا هنا في 60 دقيقه. ده نورك انت اللي منوره يا استاذه شيماء، والله اهلا بيكي وبهنيك على النجاحات اللي انت بصراحه محققها الله في قناه يخليك يا الوطن. استاذ طارق، ده يعني ده من ذوق حضرتك. لا لا لا، حاجه جميله جدا، وبدعوكي طبعا تعملي حلقه هنا من بورسعيد، يا ريت تبقى شرف حاجه ليا، كويسه جدا اشكرك جدا يا استاذ وتشرفينا. طارق. لا لا، عاملين نجاحات كويسه جدا، ربنا يوفقك في محلك يا عم. الله مبسوط يخليك يا استاذ طارق. طبعا في ازمه مبسوط كبيره، وده اللي واضح على الساحه في الفتره الاخيره دي ما بين المصري بورسعيدي وما بين لاعب احمد رفعت. يمكن كنا لسه بنتكلم مع كابتن عمرو الدسوقي، طبعا هو واحد من نجوم المصري بورسعيدي، وبنتكلم ازاي ممكن نحل ازمه زي دي. اكيد احمد رفعت لاعب كبير عنده هو امكانيات، اكيد عمرو اضافه الدسوقي قال كبيره لحضرتك للمصري ايه الحل؟ بورسعيدي، واكيد طبعا النادي المصري بورسعيدي يعني صرح كبير جدا، نادي جماهيري، وازمات زي دي ممكن يتم احتوائها في الفتره اللي جايه عشان ايوه الطرفين يكونوا يعني مستفيدين. استاذ شيماء، عايز اسال بس حضرتك سؤال. عمرو الدسوقي لما عرضت عليه الموضوع قال لك ايه الحل؟ حل ازاي؟ الحل ان ده يقدم تنازلات وده يقدم تنازلات، ويكون طب في احنا ما جلسة تجمع ما بين الطرفين والطرفين احنا يوصلوا لحل. يمكن عقدنا المشاكل لغاية دلوقتي طيب. على ما اعرف يعني على طب حسب عايز اقول علمي ان لحضرتك على المشاكل حاجه، مادية. طب عايز اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. احنا عقدنا 50 جلسه مع الكابتن احمد رزق، وقعدنا معاه وشفنا كل طلباته وكل اللي بيتكلم فيه والكلام ده كله. في حاجات بتدرس وفي حاجات يتوقف عليها وفي حاجات ما ينفعش يتوقف عليها، لان النهارده موضوع، مع احترام حضرتك مع احترام كل الاطراف، موضوع باخ قوي وموضوع بوخ. احنا دلوقتي بنتعامل مع احمد رفعت باللائحه الماليه، اللائحه الماليه، الراجل غايب عن التدريبات عن فتره اعداد، راجل ما سلمش جواز السفر بتاعه، فكل ده حاجات معموله يعني مش طبيعيه. تمام يا استاذ وبعدين طارق، ايه بيطلع الاسباب بقى؟ يتكلم في ايه اللي الاعلام، يخلي اللاعب يعمل كده؟ بيطلع اللي بيخلي اللاعب يعمل كده ان هو عليه عقد، ليه عقد 3 سنين مرتبط بيه في النادي، عدى منهم سنه ينفذ العقد الموجود والمبالغ الماليه الموجوده اللي في العقد. ما فيش حاجه اسمها لوي دراع النهارده انت عايز احمد تاخد رفعت حاجه. عقده بكام؟ لا، عقده ماليه مش ما ينفعش نقوله في الاعلام، دي حاجه ما ينفعش تتقال اولا، انما يعني ليه العقود عقد. كلها دي حاجة مطروحة على الساحة عادي، ما الناس كلها لا عارفين لا، مين بياخد كام. احنا كنادي مصري ما بنقولش ارقام او مبالغ، اللي عايز يقول ده حاجه حريه شخصيه بعد اذن حضرتك. فهو الموضوع دلوقتي ان الموضوع باخد هنا عن حد قوي، يعني مش هنتكلم فيه ومش هنقعد كل شويه نقعد نتكلم. احنا حولنا كل الموضوع للشؤون طيب هو القانونيه في اللاعب النادي، لما عمل جلسة مع حضراتكم اتكلم، هو اتكلم اكيد في زيادة مادية مش كده؟ لان هو كان جاي له عرض من اتكلم في السعودية اهداف. وجاله عرض بعد كده من نادي فيوتشر بارقام كبيرة، فهو اكيد طب هو اتكلم في هيجي له عرض زيادة من مش كده؟ السعوديه ازاي يا استاذه شيماء؟ هيجي له، هو راجل مجند، هيجي له عرض في السعوديه مش هيطلع ازاي؟ هو راجل مجند، دي نمره واحد. نمره اتنين، النهارده انا لما باجي اطلب حاجه بورقه وقلم واقدمها لمجلس الاداره، ولا اطلب حاجه في الاعلام واطلع اتكلم واطلع اقول واطلع، كل الكلام اللي هو قاله ده ملوش اي اساس من الصحه اصلا. كل الكلام اللي قاله ملوش اساس من الصحه، ولا ليه اي حاجه من الصحه حصلت، اي كلام ولا ملوش كان اساس من الصحه. العرض بتاع فيوتشر اف سي، ما فيش حاجه رسمية جات لنا، مش اي حاجه رسمية جات لنا، ولا حتى من السعوديه ولا من غير السعوديه. كان كله كلام، كل الكلام اللي بيتقال دي حاجه. الحاجه الثانيه، يعني النادي هو المصري النهارده بورسعيدي ما وصلوش اي عرض رسمي لاحمد لا، رفعت لغايه دلوقتي، ولا ما حتى جالناش اي فيوتشر عرض اف سي العرض كان ولا يعني جالنا ارتقى عرض للعرض رسمي بورق الرسمي. رسمي. يا استاذه ممكن تسمعيني؟ انا سامع حضرتك. النهارده خلص بس وبعدين تسال، يعني النهارده ما فيش عرض رسمي جنه خالص، ولا اي عرض ورق مكتوب او مسؤول او كله كلام. وبعدين الحاجه الثانيه، النهارده الراجل ده مرتبط بعقد مع النادي المصري، يا ريت ينفذ عقده، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما استاذن من الجهاز الفني والاداري انه هينزل القاهره عشان والدته تعبانه، قلنا ربنا يشفيها وينزل والكلام ده كله، بقى له دلوقتي 10 ايام او اسبوع ما رجعش. خد بال حضرتك، طب سلم الجواز، يعني لو في سلامه نيه اللي انت مستمر مع النادي او هتسافر مع النادي مباراه اوغندا، كان سلم جواز السفر عشان نقدر نخلص اجراءاته. خد بال حضرتك، طبعا ما فيش النهارده اي حاجه من دي، ولا قدم جواز السفر ولا قدم اي حاجه عشان نقدر الراجل اللي هيسافر معانا. فطبعا الغيابات دي كلها في بدايه فتره الاعداد، سواء في بورسعيد او في الاسكندريه، طبعا خلت اللياقه البدنيه بتاعته تهبط. فطبعا محتاج اللي هو من اول وجديد تدريب تاني، صحيح. فرقه بتتمرن والفرقه موجوده في فتره اعداد بيتمرنوا 3 مرات في اليوم،
فده لرفع اللياقه البدنيه، زائد طبعا ان الامور التكتيكيه والخطط اللي في الملعب كل ده مع الكابتن معين الشعباني والجهاز الفني المعاون طبعا هو ناقصه كل الكلام ده. فالفاضي ده كله بيخلي اللعيب يا استاذه يخلي اللعيب يفقد التركيز حتى لو في الملعب. بعدين النهارده لعيب الكوره وحضرتك عارفه وانت في الرياضه فاهم الكلام ده، يعني افهم من كلام حضرتك ان هو معاكم الموسم اللي جاي ده في المصري بورسعيدي، لكن كمان فرص مشاركته هتكون قليله. هو حضرتك منقطع عن التدريبات، صحيح، منقطع عن فتره اعداد، فاصبح النهارده ان اللياقه البدنيه بتاعته بتهبط. زائد النهارده لعيب الكوره حضرتك لما بيبص لمبالغ ماليه اكتر او عقد اكتر او حد مكلمه او حد قايل له حاجات مثلا اكتر اكتر اكتر، فطبعا بيفقد تركيزه في الملعب. صحيح، ويفكر في الامور. انا معاك جدا يا استاذ طارق في اللي انت بتقوله، بس خلينا برضو في الاخر نكون واقعيين. يعني الايام اللي فاتت دي والفترات اللي فاتت دي اثبتت لنا ان الكوره فلوس مش اكتر، مفيش انتماءات والفلوس هو رقم واحد، وهو ده اللي شفناه يعني في كل حته. لا اقول لحضرتك على حاجه، مفيش حاجه اسمها مفيش انتماءات. النهارده انت مرتبط بعقد، نفذ عقدك. صحيح، بس انا معاك. طيب الحل اللي مطروح دلوقتي، او اسمح لي حضرتك النهارده انا ارتبطت بعقد، رضيت بالمبلغ اللي جالي، احمد ربنا والحمد صحيح. لله اكمل عقدي. طب ما النهارده احنا النهارده عملنا عقود لتمديد عقود لاثنين لعيبه، مددنا عقدهم عمرو موسى واحمد مسعود وفريد شوقي وبالتراضي وكل حاجه كويسه. بس طيب، يعني اللي انا افهمه من كلام حضرتك دلوقتي ان لو احمد رفعت رجع للمصري بورسعيدي وفعلا حصلت جلسه، ممكن تتواصلوا مع بعض لنقطه يعني اتفاق مع بعض، ولا خلاص الموضوع بقى مقفول وهو اللاعب كده كده مش معاكم لاخر الموسم؟ لا احنا ما قفلناش اي حاجه، الموضوع في ايد الجهاز الفني. طب انا اخيرا بس خليني اسال حضرتك يا استاذ طارق، يعني بلسان الموضوع في ايد الجهاز الفني والاداري، اخد بال حضرتك. يعني احنا ما بنقفلش الباب قدام حد، انما كل حد ياخد حقه. النهارده احنا كمجلس اداره منتخب حافظين على اصول النادي، موارد النادي، فلازم نحافظ على كل حاجه في النادي. صحيح. طيب خليني اخيرا كده يا استاذ طارق اسال حضرتك بلسان الجمهور، جمهور المصري بورسعيدي، يعني اكيد دلوقتي بيقول او اللي انا شايفاه على مواقع التواصل الاجتماعي بيقول وبيسال، طب خلاص هو اللاعب مش عايز يكون موجود معانا، استغنوا عنه وبيعوه واستفيدوا ماديا وهاتوا لاعب تاني يكون عنده انتماء اكتر للتيشيرت المصري بورسعيدي. احنا بنحترم طبعا اراء كل الجماهير على السوشيال ميديا، وبنحترم جماهيرنا، جماهيرنا عظيمه وجماهيرنا بتفهم كوره كويس جدا، وجماهير مش عايز اقول لحضرتك يعني حاجه عاليه جدا جدا، واحنا بنحترم كل ارائهم، وان شاء الله باذن الله يكون القادم خير ان شاء الله. احنا بس عندنا الوقت سفريه بنجهز لها اكيد، وكل التوفيق ان شاء الله للمصري بورسعيدي ممثل الكره المصريه في مشواره في الكونفدراليه الافريقيه. استاذ طارق هاشم عضو مجلس اداره المصري بورسعيدي نورتنا النهارده في 60 دقيقه، اكيد ساعدنا جدا.